مساء الخير على مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ولقاء يتجدد مع حضراتكم وبرنامج ملاعب الابطال. هنتابع كل ما هو جديد في الالعاب الرياضيه المختلفه من داخل كل الصالات ومن جميع الملاعب العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد طبعا المتابعه المحليه واخر استعدادات ابطالنا للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، واللي اصبحت على الابواب تقريبا. يعني خلاص احنا بنتكلم في بطوله هتنطلق ان شاء الله يوم الافتتاح الرسمي يوم 26 يوليو والمنافسات يوم 24 يوليو، فخلاص تقريبا 10 ايام وتنطلق المنافسات الفعليه للبطوله. طبعا حاليا جميع المتاهلين في معسكرات خارجيه استعدادا للحدث الرياضي الاكبر، ومن اجل البحث عن الميداليه الاولمبيه، واللي بنتمنى ان شاء الله ان يكون لبعثه مصر نصيب كبير من الميداليات واللي نقدر نحققها في ظل مشاركه تاريخيه ببعثه بتضم 148 لاعب ولاعبه في 22 رياضه مختلفه. دايما شعارنا هنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. أكيد ومع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس بيكون كل التركيز مع اللعيبة واستعداداتهم، وده عنده معسكر فين وده الفورمة بتاعته وصلت لإيه والمنتخب ده لعب مباراة ودية مع مين وبيلعب مع مين دلوقتي ونتائجه إيه. كل ده أكيد بيكون الشغل الشاغل للجميع علشان نقدر نطمن على مستوى لاعبتنا ونجومنا ومنتخباتنا اللي عليهم أمال كبيرة وطموحات كبيرة إنهم يسعدونا كلنا ويحققوا ميداليات في الأولمبياد. كل الحقيقة بيكون في جنود مجهولة في التوقيت ده، جنود عليهم مسؤولية كبيرة جدا بتكاد تكون أكبر وأهم من المسؤولية الفنية. محدش استغرب من كلامي، فعلا الناس دي بتكون يعني من ضمن البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طبعا، وبتكون في الدورات العالمية والإفريقية والدورات المجمعة والبطولات كلها، موجودين في كل بطولات بتحصل سواء بطولات عامة أو متخصصة. دورهم بيكون أهم في تجهيزات، أهم من التجهيزات الفنية، ولو أثروا في دورهم فصدقوني ان لو عندك احسن لاعب في العالم ومعاه احسن مدرب ممكن ما يحققش نتيجه كويسه لو الجنود المجهوله دي مش موجوده في الصوره واشتغلت شغلها صح. يمكن الحمد لله عندنا في مصر فعلا جنود مجهوله ودايما مشرفينا في كل البطولات، واكيد طبعا انا بتكلم عن الجهاز الاداري والطبي واللي دول عليهم عامل كبير جدا جدا، ودايما الحقيقه في كل الاحداث الرياضيه بيكونوا عند حسن الظن بيهم. احنا بنتابع طبعا استعدادات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فتحنا الملف الطبي بتاع البعثة المصرية وقلنا نشوف البعثة الطبية اللي هتكون مرافقة لبعثة مصر بتعمل ايه وشغالة ازاي وايه الاستعدادات بتاعتهم اللي بيقوموا بيها في الفترة الحالية، وهل في تعليمات جديدة طبية صدرت من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، لان طبعا عارفين ان اخر نسخة من الأولمبياد اللي كانت في طوكيو 2021 كان ليها تعليمات طبية ومحاذير كتيرة بسبب انها اقيمت بعد كورونا مباشرة. والحقيقه لقينا اللجنه الطبيه المصريه برئاسه الدكتور حسن كمال عامله شغل قوي جدا وشغل احترافي نقدر نقول عليه شغل كبير جدا، واهتمام بادق التفاصيل الخاصه بكل فرد في البعثه المصريه سواء لاعب او اداري او مدرب او مسؤول. اكتشفنا من خلالهم واحنا بنسال او نستفسر عن البعثه اللجنه الطبيه للبطوله انهم عاملين ملف لكل فرد في البعثه، مش اللعيبه بس، لا اللعيبه دول طبعا قصه ثانيه وهنتعرض ليها في خلال حلقتنا النهارده ان شاء الله برضو. يعني كل اداري في البعثه وكل مدرب وكل مسؤول ليه ملف طبي كامل معروف فيه هل هو بيعاني من امراض مزمنه معينه، عنده مرض معين محتاج لدواء معين، عنده سكر، عنده ضغط، عنده اي مرض موجود عنده، قدروا ان هو يعملوا كنترول على كل الموضوع ده عشان يقدروا يتعاملوا معاهم هناك لا قدر الله حصل حاجه لاي فرد في البعثه. احنا ممكن نقول كمان ان مصر من هنا البعثه الطبيه قدرت ان هي توفر الادويه الخاصه بالامراض دي وان هي تاخدها معاها في البعثه وهي مسافره ان شاء الله. طبعا في ملف طبي لكل لعيب. بالنسبه بقى للموضوع اللعيبه، اتعمل ملف طبي لكل لعيب بالاصابه بتاعته واللي اتعرض ليها قبل كده عشان يكون عندنا معرفه كامله بحاله كل لعيب، واتعمل دورات طبيه وتثقيفيه للبعثه الطبيه بالاصابات الخاصه بكل لعبه وازاي نتعامل معاهم وقت لو حصل لا قدر الله اصابه،
لان احنا طبعا عارفين ان الاصابات في كل لعبه تختلف عن الثانيه، يعني اصابات كره اليد اكيد غير اصابات كره القدم اكيد، وبكل تاكيد غير الالعاب الفرديه زي التايكوندو، غير المصارعه، غير الجمباز، غير السباحه. فزي ما احنا شايفين على الشاشه طبعا ده كان جزء من الدورات التثقيفيه اللي اتعملت وقام بيها الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه للجنه الاولمبيه المصريه. دي طبعا بيتعلموا فيها ازاي يتعاملوا مع جميع الاصابات سواء كانت اصابات لالعاب فرديه او جماعيه لانها بتختلف. اللجنه الطبيه طبعا عملت احتماليات للاصابات المتوقعه في كل لعبه وازاي تتعامل معاها، وكمان تم الاستعانه باجهزه زي ماكيت كده بيتم عليه بعض التجارب عشان نجهز البعثه الطبيه وندربهم. ويمكن موجود على الشاشه قدامنا دلوقتي الماكيت ده اللي الدكاتره بيتدربوا عليه عشان يوصلوا طبعا لافضل نتائج في التدريب بتاعهم ويقدروا ان شاء الله يتعاملوا مع كل الحالات لا قدر الله في الاولمبياد. الحقيقه التفاصيل دي لما سمعتها وعرفتها وعرفنا التجهيزات بتتم ازاي وان في شغل احترافي كبير من اللجنه الطبيه بيتم حاليا، يمكن ده جزء مهم جدا 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 من السندات للبعثه المصريه واللي عاوزين نطمن عليها من كل الجوانب طبعا سواء الفنيه او الاداريه او الطبيه. وعشان نقرب اكتر ونتعرف على التفاصيل معانا على التليفون في مداخله هاتفيه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس البعثه الطبيه في اولمبياد باريس. يمكن كمان دكتور حسن هو عضو مجلس اداره اتحاد التايكوندو المصري. بنرحب بدكتور حسن في برنامجنا. دكتور حسن اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا محمد. اهلا بيك يا دكتور. يمكن انا طبعا احنا عارفين طبعا حضرتك طبعا رياضي سابق في رياضه التايكوندو. في البدايه كده هل كون انك رياضي سابق وحاليا هو او حاليا دكتور فده بيسهل من مهمتك في التعامل مع الفرق الرياضيه؟ لا اكيد طبعا، يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني طالما احنا بدانا من هذه النقطه عايز اقول لك ان انا واحنا بنشكل البعثه الطبيه احنا بندور على اطباء اكفاء، يعني تعليم محدد، شهادات اختصاصيه عليا، دكتوراهات، ماجستيرات، وبنحط اولويات للرياضيين السابقين. تمام. ليه بنحط اولويه لهذا الملف رغم ان هو قد يبدو غير مرتبط؟ لا هو مرتبط، هو بيبقى فاهم كويس الاحتياجات بتاعه اللاعب، بيبقى مقدر المهمه، بيستحمل اللي ما يستحملوش اي طبيب عادي. يعني البعثه الطبيه اللي موجود معانا دي احنا قعدنا في غانا شهر في رمضان اللي فات، ربنا يعلم الظروف كانت عامله ازاي، وقول ان اللي معاك ناس ليهم علاقه بالرياضه واجواء الرياضيه بيبقوا مستحملين الوضع يعني. فده طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا يعني. طب جميل جدا، يعني كده مطمئنين ان شاء الله ان معظم الدكاتره الموجودين في البعثه الطبيه معانا هم رياضيين سواء حاليين او سابقين، فبالتالي ملمين بالوضع الرياضي عامل ازاي. يمكن انا حابب برضو اعرف من حضرتك تشرح لنا يمكن الخطه الطبيه لبعثه مصر في اولمبياد باريس، ايه الخطه اللي حضرتك حطيتها عشان نوصل لافضل وضع قبل ما نسافر؟ بص، هو احنا خطه حضرتك بتبدا معانا من بدري جدا ان احنا بنبقى قاعدين بنراقب التاهل، والموضوع بيبقى فيه شكل من اشكال الديناميكيه في الاختيار، كل ما الالعاب بتتغير كل ما اختياراتنا الطبيه من القائمه الطويله من الاطباء اللي عندنا بتتغير، لان احتياجات اللعيبه. انا عايز اقول للناس دلوقتي ان الطب الرياضي كمان بدا يبقى اكثر تخصصيه لدرجه ان في ناس بتفهم او متخصصه في العاب اكثر من العاب. فبيبقى عندنا وقت مثلا العاب جماعيه اتاهلت كتير، ببقى عايز واحد خلفيته العاب جماعيه، خلفيته دي يعني الخلفيه الطبيه في شغله. يعني بالضبط. احنا معانا مثلا في البعثه دي دكتور احمد سعودي، ده كان لاعب في منتخب مصر للكره الطايره وهو دكتور طوارئ، استشاري طوارئ، وموجود معانا وهو دكتور نادي الزمالك لفتره في البولي بول مثلا. جميل. مع تاهل ثلاث العاب او جماعيه ببقى انا باصص على الحته الجماعيه. معانا النهارده دكتور احمد مسعد، هو دكتور اتحاد الجمباز وهو له خبره كبيره في اللعبه، وكان لاعب تنس طاوله على فكره من الالعاب من اللاعبين المميزين مثلا. تمام. فببدا بحط لسته طويله كده بنختار بيها الاطباء، ونقعد نختار حسب العدد، بيتغير عدد الاطباء الموجودين، ثم بنبدا نشوف احتياجات البعثه. سيد البعثه دي بتتوقف على حاجات متعدده زي ما بقول لحضرتك، الالعاب اللي احنا تاهلنا فيها، الدوله اللي هنلعب فيها، لان كل دوله ليها احتياجات طبيه مختلفه. انت خدتني لسؤال تاني يا دكتور، ان حضرتك يمكن الادوات الطبيه او الادويه اللي احنا هنحتاجها، يمكن قلت احنا كنا عملنا فايل طبعا لكل فرد في البعثه المصريه، وبناء عليه احنا جهزنا مجموعه كبيره من الادويه وهناخدها معانا واحنا مسافرين، هل يا ترى هي دي اللي احنا هنحتاجها بس هناك، ولا في فرنسا الجانب الفرنسي هيمدنا ببعض الادويه اللي تصرف لكل دوله مشاركه؟
والله احنا كبعثة طبية مصرية، وده يعني دي تعليمات اللجنة الطبية المصرية باسطمهندس ياسر ادريس، وتعليمات الوزارة ومهندس اشرف، ان احنا بناخد معانا كل ما يخص كل الاحتمالات. احنا بنغطي كل الاحتمالات، وبعد كده بيبقى عندنا نوع من انواع التغطية من هناك، لان هو تمام. كمان بيدينا ادوية، بس انا بعتمد على اللي معايا رقم واحد، ولو احتجت بكمل من هناك عشان ابقى غطيت اي طوارئ بالنسبة لي. طيب تمام، جميل جدا. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف برضو يعني عدد الاطباء في البعثه الطبيه المصريه المسافره، ويا ترى احنا بنوزعهم على المنتخبات بشكل زي ما حضرتك قلت كده. حضرتك كنت بتقول مثلا معانا الدكتور مسعود اللي هو كان دكتور أحمد سعودي سعود عفوا، اللي كان اشتغل مع كان لاعب كره طايره وكان هو دكتور لفريق نادي الزمالك. هل احنا بنوزعهم طبقا للرياضات اللي كانوا هم مشتركين فيها؟ اكيد حضرتك يعني لفت نظرنا حاجه زي كده، فبالتاكيد بيتم التعامل معاهم في الملف ده كده. بص عليك، احنا عندنا في هذا الملف اجزاء مختلفه. الجزء الاولاني ان احنا مش واخدين تخصص واحد، مش كل الدكاتره اللي معانا دكاتره اصابات. يعني احنا معانا الدكتور ياسر حسني عبد الرحمن، دكتور ياسر يعني عضو مجلس الاتحاد الثلاثي واستاذ قلب في اختصاص القلب الرياضي والطوارئ الرياضيه في هذا الملف. معانا دكتور احمد مسعد جراحه عظام، معانا دكتور هشام العمري تغذيه، تمام. معانا دكتور أمين عبد الفتاح دي طب رياضي وأصابات ملاعب، معايا دكتور بيير إيميل ده استشاري طوارئ، ودكتور أحمد سعودي زي ما قلنا. وبالتالي أنا معايا مجموعة دكاترة في عدة تخصصات، كل واحد فيهم عنده قدرة إن هو يدير الملعب لفرقة من الفرق، لكن في حالة حدوث مشكلة من نوع ما بنخلي الاختصاصي اللي موجود هو ده اللي يتابع هذا الملف تحديدا. تمام. كويس؟ لكن على تقسيم الملاعب بنميل اكتر للشخص اللي له خبره في اللعب. يعني انا شخصيا مثلا انا دكتور منتخب التايكوندو حوالي 10 15 سنه، كويس، تمام. فحافظ الاصابات والقانون بتاعت اللعبه. دكتور احمد مسعد كلاعب تنس طاوله وكدكتور منتخب الجمباز حافظ القانون والمشاكل والاصابات المعتاده بتاعت كل لعبه، والاجواء النفسيه والضغط على اللعيبه، وحافظين اللعيبه جوه هيسألهم الالعاب. طبعا طبعا. وحافظ، لان مش كل ساعات اللعيبه الضغط النفسي الشديد اللي عليهم في بعثه زي الاولمبيات بيترجم عنده كالام واصابات. بالظبط. فبنبدا نتابع هذه الملفات ان احنا حافظين مين يعني احواله النفسيه قبل اللعب وكيف تترجم جسمانيا. ثم اذا احتاجنا ملف بقى، مثلا دكتور هشام عمري النهارده هو راجل بتاع تغذيه، بنقول له احنا عايزين نراجع الملف ده اول ما نوصل، ايه اللعيبه هتاكل ايه؟ هنحضرها ازاي بعد اللعب؟ الناس اللي عندها اوزان وبتخسس وهتوزن ويبقى عندها 24 ساعه او 12 ساعه عشان تستعيد المخزون اللي هي بالظبط. فقدته في ايام التخسيس، كل الملفات دي بتتغطى طول الوقت. جميل جدا. فده شكل التقسيم يعني. طب يمكن احنا كنا اولمبياد طوكيو 2020 واللي اقيمت في 2021 كان ليها بعض يعني الاستعدادات الخاصه اللجنه الاولمبيه الدوليه كانت قالتها والتحذيرات الطبيه، يا ترى في جديد في استعدادات اولمبياد باريس؟ بص الدنيا اسهل يعني احنا الحقيقه لم نرى ولم يرى العالم ما شوف ما رايناه في طوكيو. بالظبط. الدنيا اسهل شويه ان احنا نشيل من عندنا البي سي ار والفحوصات الطبيه والعزل والانفراد والابلكيشن، الكلام ده كله اتشال، لكن لا زال عندنا بعض المتطلبات. هم طلبوا مننا الشهادات بتاعه الاطباء بتوعنا عشان معادلتها عندهم بما يسمح باعطاء رخصه مزاوله المهنه المؤقته، لان احنا مش بنروح نعالج هناك كده وخلاص، لازم يكون الاطباء معاهم رخصه مؤقته لمزاوله المهنه. تمام. فبعتنا الشهادات، الحمد لله ما عندناش ولا طبيب شهادته لم تعتمد. ثم دخلنا بعد كده على مرحله ان احنا بناخد شهاده عن طريق اختبارات الواده، ان اللي هي لجنه هيئه مكافحه المنشطات الدوليه، بنخش نعمل مجموعه اختبارات لازم ننجح فيها كلها وناخد شهادات، والحمد لله ده برضو انهيناه، البعثه الطبيه انهته. ثم بنبعت لهم قائمة الأدوية اللي هنجيبها وناخد بيها موافقة، الكلام ده كله برضو عملناه. ثم بيتم عمل مجموعة اجتماعات لمعرفة الاشتراطات، طرق الحقن، يعني في حاجة اسمها النيدل بوليسي أو طريقة استخدام الحقن، بنحقن فين والسرنجات الفاضية بتترمي ازاي، وازاي نسبة الدواء اللي بتاخده اللاعب، شوية الإجراءات دي كلها اتعملت. لكن الدنيا أسهل شوية من اللي احنا شفناه في طوكيو أكيد. يمكن قدامنا على الشاشه كده صور المكيت بتاع شخص، يعني الجزء العلوي من شخص موجود على الارض والاطباء كانوا بيشتغلوا عليها، يا ترى ده كان جزء من التدريب؟
احنا عملنا، هو حضرتك كنت قلت ان انا نظمت كورس تدريبي، لا عايز اقول لك انا خدت الكورس معاهم. يعني احنا كلنا خدنا هذه الدوره، رغم حتى لو احنا واخدينها قبل كده قلنا ده تحديث للمعلومات. تمام. المانيكانات اللي حضرتك شايفها ده مانيكان كده زي اللي بقى موجود في محلات الملابس يعني، ومعدل بحيث ان هو يديك نفس المقاييس والفلكسبيليتي بتاع جسم الانسان، وفي جهاز بيقرا انت الضغطات اللي بتعملها دي وصلت المطلوب للقلب ولا لا. فلو انت تمام. بتعمل كويس بيديك ضوء اخضر، لو متوسط بيديك ضوء اصفر، لو انت الضغطة خفيفه قوي او سريعه قوي بيديك اشارتين، يا اما بيديك تو فاست هدي السرعه شويه، يا اما بيديك احمر انت بتضغط بشكل من بره بشكل بسيط محتاج تبقى اعمق من كده. دي احدث حاجه موجوده في عالم هذا المجال. زي ما حضرتك شايف برضه هيبقى فيه موجود الجهاز بتاع البمب بتاعه الهواء اللي بنستخدمها. تمام. كل ده تم التدريب عليه. الحقيقه اللي اشرف على التدريب بقى دكتور ياسر حسني استاذنا يعني، واستاذ القلب، وهو معانا ان شاء الله في البعثه، وكان ان شاء الله. بالتعاون مع واحده من اكبر منظمات القلب في العالم اللي هي منظمه القلب الامريكيه، وتم اختبار الدكاتره كمان على هذا الموضوع، وخدوا شهاده ان هم معاهم رخصه عمل البيزك لايف سبورت للاطباء، او الاسعافات الاوليه العلاج القلب التنفسي للاطباء نفسهم. هذا كان تدريب يعني انا شايف ان هو كان قوي ومهم جدا، لان دايما بقول لحضرتك وانا احب اقول للساده المشاهدين هذا الموضوع، احنا مشاكلنا في البعثات الرياضيه مش موضوع ان اللاعب يتصابوا بس، انت مسؤول عن 300 فرد بالكامل صحيا بالمشاكل المختلفه بكل ما يعني. دايما بقول الدكتور بيبقى استقبال مستشفى متحرك. بالظبط. يمكن اخيرا عاوز اسال حضرتك على حاجه وهي ضروريه جدا لكل لاعبتنا في البطوله، هل في اي محاذير او تعليمات خاصه او حصل تثقيف وتوعيه للعيبه تخص موضوع النشاطات؟ عشان الموضوع ده مهم جدا وبيفرق جدا طبعا مع اللعيبه في اداء اللعيبه وادائهم طول البطوله. اتعمل طبعا تثقيف ودورات تعليميه وتثقيفيه في محاضرات مختلفه في كل الاتحادات، واتعمل تثقيف للعيبه من خلال اللجنه، وبنعمل تثقيف هناك للعيبه مره تانية بان هم ازاي ياخدوا الدواء، لو اخدوا اي حاجه لازم يبلغونا بيها، ومين مسؤول عن تحديث معلومات المنشطات عند اللعيبه. ده كلام معتاد ودارج يعني. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك احنا استحدثنا كمان ان احنا جايبين حد للتغذيه والمكملات فقط يبقى موجود معانا في البعثه يتابع هذا الملف اللي خطورته يعني في هذا الجزء يعني، فتم هذا التثقيف يعني. دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه للانباء المصريه، بنشكرك شكرا جزيلا وكل الشكر والتقدير لحضرتك. كل التوفيق طبعا للبعثه المصريه الاولمبيه سواء على الجانب الفني او الطبي او الاداري، وان شاء الله نحقق افضل نتائج في البطوله. يمكن كل حلقه من ملاعب الابطال بيكون عندنا سؤال للساده المشاهدين والمتابعين. سؤال حلقتنا النهارده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناه اون تايم سبورتس، وهو من هو اللاعب الذي تتوقع تالقه مع منتخب كره اليد في اولمبياد باريس؟ طبعا الاجابات كانت يسرية علي بتقول دودو ويحيى خالد باذن الله تعالى. هيثم محمد بيقول ان شاء الله المنتخب يرجع بميداليه واللاعب سيف الدرع. ان شاء الله يا هيثم منتخبنا يرجع بميداليه في انجاز تاريخي لمنتخب كره اليد المصريه. سامح علي بيقول يمتلك منتخب مصر كره اليد مجموعه من افضل اللاعبين المحليين والمحترفين في اقوى دوريات العالم، وتوقع تألق اللاعبين يحيى خالد أفضل لاعب في بطولة إفريقيا الأخيرة، ومحمد سند أفضل جناح أيمن، وسيسا أفضل جناح أيسر، ويحيى الدرع أفضل ظهير أيسر. بالتوفيق إن شاء الله لكل اللاعبين وتحقيق ميدالية أولمبية. لد بيقول الدرع وعبد الرحمن فضل، عبد الرحمن فيصل طبعا نجمنا. عزة العبد بيقول يحيى خالد. مصطفى الجميل بيقول الفريق كله ان شاء الله، ان شاء الله الفريق كله يبقى نجوم ومتألقين في البطوله. مؤمن حسن بيقول يحيى خالد باذن الله. اهلاوي انا بيقول اتوقع تألق اكثر من لاعب ومنهم يحيى خالد ويحيى الدرع واحمد هشام سيسا ومحمد سند. ان شاء الله كل اللاعبين يتألقوا ويحققوا انجاز ورفع علم مصر على منصات التتويج في اولمبياد باريس 2024. يوسف حسن بيقول اللعيبه كلها ابطال واي حد هيشارك هيتالق في مركزه
وبالتوفيق ليهم ان شاء الله، ويفرحونا دايما وكل الجماهير المصريه وراهم وفي ظهرهم. طبعا كل التوفيق طبعا لمنتخب كره اليد رجال، واللي كلهم ابطال وقد المسؤوليه وان شاء الله يرجعوا بميداليه. كل حلقه من ملاعب الابطال بيكون عندنا اسطوره رياضيه كتبت تاريخ طويل في مسيرتها مع الرياضه وحققت انجازات كبيره دوليه. اسطوره حلقتنا النهارده لاعبه الجمباز الروسيه لوميلا توريستيشيفا، واللي حققت في مسيرتها الرياضيه 39 ميداليه في جميع البطولات العالميه، يمكن كان منهم 9 ميداليات في الدورات الاولمبيه، 4 ذهب و3 فضه و2 برونز. تاريخ طويل وانجازات كبيره، تعالوا نتعرف على مسيره البطله الروسيه. لودميلا اكيد لازم تكون اسطوره لانها حققت 39 ميداليه وفي لعبه صعبه جدا هي لعبه الجمباز، فلازم نقول عليها اسطوره لان كان من ضمن ميدالياتها برضو 9 ميداليات. خلونا عندنا النهارده تفاصيل كتير في حلقتنا النهارده، تعالوا نتعرف على العناوين. منتخب اليد يصل السويد في اخر معسكرات الاستعداد اولمبياد باريس. منتخب الطائرة يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لأولمبياد باريس. عمرو أكيد وإبراهيم كريم على منصة تتويج بطولة الجائزة الكبرى للرماية. منتخب ألعاب القوى يطير إلى فرنسا 20 يوليو استعدادا للأولمبياد. منتخب المصارعة الحرة في روسيا غدا استعدادا لأولمبياد باريس. مصر تحقق ذهبية بطولة موسكو الدولية للفروسية. الكاراز يحقق لقب بطولة ويمبلدون للتنس. أياكا فور وي تحقق لقب بطولة إيفيا للجولف. فريق الدوري الوطني يتغلب على منتخب أمريكا للبيسبول في مباراة كل النجوم. فرنسا تتصدر المرحلة الأولى لسباق سان فرانسيسكو للقوارب. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي اخبارنا. Thank you.
هنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة من الألعاب الجماعية وبالتحديد من منتخب كرة اليد. منتخب مصر الأول لكرة اليد وصل النهاردة السويد لخوض آخر معسكر استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب مصر كرة اليد كان خاض طبعا معسكر أخير في سلوفينيا الأسبوع اللي فات، كان خاض فيه لقاءين وديين، كان خسر المباراة الأولى أمام كرواتيا بنتيجة 36-29 بفارق 7 أهداف، والمباراة الثانية اتعادل مع المنتخب السلوفيني 27-27. منتخب مصر هيخوض لقاءين وديين في معسكر السويد أمام منتخب السويد القوي جدا، وطبعا بيأتي في التصنيف الأول ومن ضمن أقوى أربع منتخبات في العالم يوم 16 و18 يوليو الجاري. طبعا دول لقاءين زي ما قلت قويين جدا جدا، ومع منتخب من المنتخبات المصنفة عالميا في كرة اليد وقوي جدا وعامل فترة إعداد وتجهيز مميز جدا الحقيقة بخطة المدير الفني طبعا خوان كارلوس باستور. اتحاد كرة اليد المصري كان قدر ان هو يجهز معسكر قوي في مباريات قوية مع منتخبات كبيرة. طبعا كلنا عارفين ان منتخب اليد كانت أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثانية اللي بتضم كل من الدنمارك بطل العالم والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين. يمكن جدول مباريات مصر في الاولمبياد هيكون يوم 27 يوليو الساعه 12 ظهرا مصر والمجر، ويوم 29 يوليو يوم الاثنين مباراه مصر والدنمارك الساعه 3 عصرا، ومصر وفرنسا يوم الاربعاء 31 يوليو الساعه 8 مساء، ويوم الجمعه 2 اغسطس مصر والنرويج الساعه 10 مساء، ويوم الاحد 4 اغسطس مصر امام منتخب الارجنتيني الساعه 12 ظهرا. طبعا بالتوفيق لمنتخب مصر كرة اليد، المنتخب الجماعي المصري الأكثر تحقيقا للنتائج الإيجابية على المستوى العالمي، واحد من المنتخبات المصنفة على مستوى العالم في اللعبة، واللي كلنا بنتطلع إنه يحقق إنجاز كبير في أولمبياد باريس إن شاء الله. يمكن عشان نقرب أكتر من سداد تجهيزات منتخب كرة اليد، معانا على التليفون الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. كابتن عمرو بنرحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن محمد واهلا بالمستمعين الكرام. يمكن طبعا كل الجمهور المصري حاب يطمن على اخر استعدادات منتخب مصر كره اليد استعداد الاولمبياد باريس. والله زي ما حضرتك ذكرت، هو المنتخب وصل النهارده الصبح بعد رحله كانت امبارح ابتدت الفجر، يعني وصلوا ستوكهولم في السويد. هيبقى فيه النهارده واحنا بنتكلم في التدريب المسائي والاستشفاء من السفر، بكره في وحدتين تدريبيتين صبح وبعد الظهر، وبعدين ان شاء الله يوم 16 في مباراه. المباراه دي هتبقى مباراه وديه تدريبيه، يعني بدون يعني اي عدد هيلعب، بدون الرولز اللي هي بتاعت المباريات الرسميه يعني. بدون الرولز بتاعت المباريات الرسميه. وبعدين يوم 17 هيبقى فيه تمرين صبح وبعد الظهر برضو واستشفى، ويوم 18 هتبقى المباراة الرسمية اللي هي هتبقى في أجندة الاتحاد الدولي ما بين مصر والسويد، هتلعب في صالة كبيرة فيها حوالي 12,000 متفرج، ودي هتبقى يعني زي ما بيقولوا البروفة النهائية للمدير الفني اللي هو معاه 18 لعيب، عشان هيختار منهم 17. ال 17 دول هيبقوا موجودين في الاولمبياد، منهم 14 هيبقوا لاعب اساسي وثلاثة لاعبين في الاحتياطي. الحمد لله يمكن احنا نجحنا مع اللجنه الاولمبيه المصريه بقياده طبعا المهندس ياسر ادريس، ان احنا والمهندس شريف العريان، ان احنا يبقى في ال 17 موجودين، ال 17 لاعب موجودين جوه القريه. الحاجه الكويسه ان كمان الاتحاد الدولي النهارده او مش النهارده يعني من يومين طلع تعميم جديد بصراحه كان ممتاز، اللي هو امكانيه الاستبدال. تمام، حضرتك عارف يا كابتن محمد احنا ما كناش بنعرف نستبدل غير اللاعب المصاب، لا قدر الله حد اصابه، والمصاب لما بيطلع ما بيعرفش يخش تاني القوام اللي هو ال 14. تمام، سمحوا دلوقتي ان اللعيب اذا في استبدال لاعب مصاب، ان اللاعب المصاب اذا خف وهو بره ال 14 من حقه ان هو يرجع، ويرجع ممكن مش مكان كمان اللاعب اللي تم استبداله، فبالتالي بقى عندي ممكن لو حصل حاجه ان احنا ممكن نستخدم كل القوام
ال 17 لاعب ان شاء الله. ان شاء فدي الله ميزه مش هيبقى فيه اصابات باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، يعني طبعا يعني ما يبقاش فيه اصابه او مرض، يعني هو برضو بيتكلموا نتيجه برضو ان هم يعني بيخافوا عشان نزلات البرد، الكورونا بقت يعني بقت موجوده، يعني ستيل بقت موجوده في الدنيا، ولكن فهم فتحوا عشان كده. طيب تمام. يمكن الاسبوع اللي فات كان في معسكر لمنتخبنا في سلوفينيا، ولعب مباراتين واتنين امام كرواتيا وسلوفينيا، واحده خسرنا فيها بفارق 7 تجوان امام كرواتيا، والثانيه انتهت بالتعادل 27-27. يا ترى ايه تقييم حضرتك لمعسكر سلوفينيا المنتخب؟ والله بص، هو طبعا معسكر ناجح، لان احنا كان في قبليها لازم حضرتك برضو الجمهور يبقى عارف وحضرتك تبقى عارف، قبليها كان في فتره اعداد لمده 13 يوم تمام. في معسكر مغلق في العاصمه الاداريه، ده كان تمرين مرتين في اليوم وثلاث مرات في بعض الاحيان كان بيبقى فيه جيم، فطبعا ده كان حمل بدني وحمل مهاري عالي، يعني تحمل اداء وتحمل بدني عالي تمام. كويس، فبالتالي كان متوقع ان ماتش كرواتيا بجانب ان احنا بنجرب كل اللعيب، يعني بنجرب كل ال 18 لعيب، فكان وضع طبيعي جدا ان ممكن الماتش يطلع بالمنظر ده. برضو انا يعني برضو انا في حته يعني اكيد انا كنت يعني اي واحد كان بيلعب هاندبول قبل كده وكان بيلعب في منتخب او في نادي كبير بيبقى كويس قوي ان انت تاخد الوحش اسمها ايه دلوقتي. جرس الانذار ده في اول ماتش، في اه اول ماتش ودي بتلعبه في احنا ايه، يعني هم حسوا ان احنا ممكن الماتش كان ماشي 2-3-4، فيعني اللعيبه حست مجهده، ولكن هم في نفس الوقت حاسين ان هم هيجيبوا الماتش في اي وقت، فكويس ان الماتش طلع كده لانه اداهم يعني حافز واداهم جرس انذار الارم كده بالظبط. اصحى لا الموضوع احنا يعني خلاص. فانا كنت مبسوط من اللي هو جرس الانذار ده. ماتش سلوفينيا لعبه كويس قوي، كان الفرقه مكتمله، يمكن كان في ميزه ان احنا كمان احمد هشام دودو، احمد هشام السيد دودو لعب 12 دقيقه بموافقه الجهاز الطبي والدكتور المعالج بتاعه في مونبلييه، تمام. فلعب 12 دقيقة في الهجوم بس، ده لأن احنا في جدول لدودو هنمشي عليه اللي هو عدد الدقائق اللي يقدر يلعبها، لأنه هو لسه راجع من صليبي من إصابة، ولكن الحمد لله هو يعني بيتعافى ومشي كويس قوي. الحمد لله. في برضه محمد طارق نفس الحكاية، فاحنا كانت فرصة إن احنا نجرب كل الناس. ماتش سلوفينيا الفرقة كانت على قد المسؤولية، يمكن الحكام في الآخر كانوا عايزين يطلعوا الماتش في سلوفينيا تعادل، وبرضو احنا كنا بنجرب كل اللعيبه، فانا شايف ان تجربه سلوفينيا وكرواتيا كانت تجربه ناجحه جدا كبدايه، ولكن الاختبار الحقيقي هيبقى في ماتش السويد بتاع يوم 18، ده يمكن بعض هيبقى اتفضل. ده هيبقى الاختبار الحقيقي للفرقه، ان انت بتلاعب بقى انت بعد ما عملت كل اعدادك، لعبت ماتشين، كل حاجة منتظمة من ناحية الإداريات من ناحية الفنيات، فده المحك بقى اللي هو إيه، أنت هتلعب السويد رابع خامس العالم بالضبط. دايما، أنت بقى هتشوف موازين القوة شكلها إيه في الماتش ده. يمكن البرنامج التدريبي للمنتخب كنت قلت عملنا معسكر في العاصمه الاداريه وبعديه سافرنا سلوفينيا ودلوقتي احنا موجودين في السويد، هل كده تم البرنامج المخصص لاعداد منتخب مصر كره اليد على الوجه الاكمل اللي نقدر ان شاء الله نحقق بيه حاجه في الاولمبياد؟ هو لسه في خطوة تانية ان احنا هنسافر يوم 21 باريس ان شاء الله، ان شاء الله. الفرقة هتوصل 21، هتتمرن 22، 23 في مباراة، اخر مباراة قدام اليابان اللي هي من المجموعة التانية، تمام. هنلعبها في فرنسا، ده اخر حاجة للوقوف بقى على اخر الخطط ازاي في اجواء البطولة بقى خلاص دخلنا في اجواء اجواء البطولة البطولة خلاص بقى والكلام ده كله، وهي ضربة البداية ان شاء الله هتكون يوم 27 في ماتش المجر. ان شاء ردا الله. على سؤال حضرتك، احنا الاعداد ده مناسب للمنتخب؟ الاعداد ده مناسب للمنتخب جدا، لان انت هتبقى لعبت 5 مباريات قبل بداية البطولة بشهر، تمام. فده بيخلي ان انت تقدر تحكم على اللعيبة على مستوياتهم على ادائهم البدني والفني، تقدر ان انت تشوف هتلعب بأني طريقة في كل مباراة، بيدي فرصة لمحللين الأداء والناس بتوع الأحمال البدنية إن هم يبقوا شايفين
كل واحد هيبقى محتاج ايه والكلام ده كله، لان بصراحة الجهاز اللي موجود مع باستور جهاز متكامل من ناحية الاحمال البدنية، من ناحية تحليل الاداء، من ناحية مدربين مدرب الحراس، من ناحية المساعد. فبصراحة التيم كله فيه هارموني، وفي ان ان شاء الله نبقى جاهزين يوم 27 لضربة البداية. وخليني اقول لحضرتك دي اهم مباراة، ان شاء الله تبقى مباراة اهم مره، المجر وربنا ان ان شاء شاء الله الله يعني اهم يوفقنا فيها مباراة، باذن الله ان شاء الله. لانها هتفرق ان احنا ان شاء الله لو كسبنا يبقى احنا كده ضمننا اتليست المركز الثالث. ان شاء الله فاحنا ونشوف اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله يعني. باذن الله كل التوفيق لمنتخب الهاندبول. نشكر المهندس عمرو صلاح امين صندوق اتحاد كره اليد، كل التوفيق لمنتخب كره اليد، وان شاء الله يحقق حاجه السنه دي باذن الله في الاولمبياد ما حصلتش قبل كده، ان هو منتخب كره اليد على طموحاتنا وعلى طموحات المصريين الرياضيين المصريين انه يقدر يعمل حاجه، وده احنا منتظرينه من منتخب كره اليد. يمكن من اخبار كره اليد هنروح لاخبار كره الطايره. ومنتخب مصر للرجال تلقى الخساره النهارده من منتخب المانيا بنتيجه 3 اشواط مقابل شوط وحيد في ثالث مباريات بدوره بولندا الوديه استعدادا للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. منتخب مصر كان خسر اول مباراه امام بولندا بنتيجه 3-0، منتخب طبعا بولندا منتخب قوي جدا، ثم خسر المباراه الثانيه امام سلوفينيا بنتيجه 3-1. يمكن اللي احنا برضو عاوزين نعرفه للساده المشاهدين، دوره بولندا الوديه بتقام للمنتخبات المتاهله لدوره الالعاب الاولمبيه، ودي اخر محطه للمنتخب المصري قبل المشاركه في نهائيات اولمبياد باريس، واللي كانت القرعه للاسف اسفرت عن وقوعه في مجموعه صعبه جدا 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 بتضم منتخبات ايطاليا وبولندا والبرازيل، ودي مجموعه صعبه جدا، يعني يمكن في فرقتين من اول اقوى 5 فرق على العالم، وطبعا منتخب البرازيل طبعا وبولندا، ومنتخب ايطاليا طبعا منتخب قوي جدا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الجاي للكره الطايره وانه يقدم مستوى مميز في البطوله. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الجماعيه، هنطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل هنرجع نستكمل باقي اخبارنا واخبار الالعاب الفرديه في ملاعب الابطال. Comes down to this moment. من جد ترحيب بكل مشاهدينا، وهنستكمل تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده باخبار العاب الفرديه، وهنبداها من الرمايه. وعمر اكيد بيحقق المركز الاول والميداليه الذهبيه في مسابقه 25 متر مسدس سريع ضمن منافسات بطوله الجائزه الكبرى للرمايه بالمجر. في منافسات البندقيه والوضع راقدا 50 متر حصل ابراهيم كريم على المركز الثاني والميداليه الفضيه، وايضا في نفس المنافسات ابراهيم كريم حقق المركز السابع في مسابقه البندقيه ب3 اوضاع برقم مصري وشخصي جديد 585 من 600 في بطولة الجائزة الكبرى في المجر، واللي أقيمت بمشاركة 22 دولة من المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس اللي هتشهد مشاركة 11 لاعب ولاعبة من مصر، يمكن أبرزهم عزمي محلبة صاحب ذهبية بطولة العالم واللي حققها في البطولة اللي أقيمت مؤخرا في كرواتيا. نروح لاخبار العاب القوى والاتحاد المصري العاب القوى برئاسه الدكتور سيف شاهين حدد يوم 20 يوليو الجاري موعد سفر منتخب مصر لباريس للمشاركه في نهائيات دوره الالعاب الاولمبيه، على ان يكون الفريق في معسكر مغلق حتى انطلاق المنافسات يوم 1 اغسطس. منتخب العاب القوى حاليا بيستعد بمعسكر داخلي في مصر بعد حسم 6 مقاعد في التاهل لاولمبياد باريس. يمكن الـ6 مقاعد هما طبعا ايهاب عبد الرحمن في رمي الرمح، ومصطفى محمود في رمي الرمح ايضا، مصطفى الجمل اللي طاح بالمطرقه، مصطفى عمرو دفع الجلة، ومحمد مجدي حمزة دفع الجلة، وإسراء عويس في الوفد الطويل. ومن الرياضيات طبعا الصعبة هي طبعا رياضة ألعاب القوة، يمكن سباقات الجري والعدو بيكون فرصنا فيها ضعيفة جدا، وفي التأهل إن المنافسة هنا بتكون في دول زي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، هم مسيطرين وعندهم سيطرة بطبيعة طبعا حكم الطبيعة الجغرافية، فده بيكون على مستوى افريقيا هم الدول المتفوقه وفي المراكز الاولى، بجانب طبعا لعيبه كوبا وامريكا وانجلترا وفرنسا بيبقى على المستوى العالمي،
فصعب جدا ان احنا يعني مش عاوزين برضو نجهد على اولادنا في منتخب العاب القوه ان احنا نحمل عليهم وننتظر ان هم يحققوا. لا، احنا دايما عاوزين نشوف اداء مميز لاولادنا في البطوله ونبني عليه ان شاء الله بعد كده ان احنا نقدر نحقق في البطولات القادمه. طبعا كل التوفيق طبعا لكل ابطالنا سواء في العاب القوه في الرمي لإيهاب عبد الرحمن او غيره في الالعاب الثانيه في الرمي في المطرقه او اسراء عويس، كل لاعبتنا كل التوفيق ليهم. يمكن من اخبار العاب القوه هنروح لاخبار المصارعه ومنتخب مصر للمصارعه الحره. هيغادر القاهره بكره يوم الاثنين متوجها لروسيا لدخول معسكر مغلق هناك لمده اسبوعين في اخر محطات المنتخب استعدادا لاولمبياد باريس 2024. منتخب المصارعه الحره بيضم اربع لاعبين هما جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفى جبر وضياء جوده. المعسكر هيقام في مدينه دجستان وده بيضم مجموعه من اللاعبين المتاهلين لاولمبياد باريس في المصارعه الحره. ويمكن انا عاوز بس اقف عند النقطه دي ان احنا كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن اهميه وجود لاعبتنا ضمن معسكرات اعداد بيتواجد فيها نفس اللاعبين المشاركين في الاولمبياد، وقلنا ان ده بيقدر انه يكسر الحاجز النفسي عند اللعيبه عشان اللعيب لما يجي يلعب في البطوله في المنافسات الرسميه في الاولمبياد بيلاقي جنبيه لعيب هو اصلا كان معاه موجود معاه في المعسكر وبيلعب معاه واتمرن معاه، فدي حاجه طبعا كويسه جدا طبعا الاتحاد المصارعه عاملها يقدر من خلالها طبعا يكسر الحاجز النفسي. فكل التوفيق طبعا لعبتنا في منتخب المصارعه. هنروح سريعا لاخبار الفروسيه ومنتخب مصر الفروسيه قدر لالتقاط الاوتاد قدر انه يحقق الميداليه الذهبيه لمنافسات الفردي والفرق في بطوله موسكو الدوليه واللي اختتمت خلال الساعات الماضيه. يمكن في منافسات الفردي منتخب مصر حصد المراكز الثلاثه الاولى في تفوق كبير لبعثه منتخب مصر، وايضا حصد الميداليه الذهبيه لمنافسات الفرق. ضمت قائمه منتخب مصر المشاركه في البطوله خمس فرسان هم محمد المغاوري، راني هملت، محمد عادل، احمد عبد النامي، رموز توحيد. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الفرديه. هنطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل اخبار الالعاب العالميه. هذا البرنامج ياتيكم برعايه مبسوط جدا ان انا كنت موجود النهارده في 57 53. قضيت يوم جميل جدا هنا، قد ايه الناس هنا مهتميه بالناس بالابطال، مش عايز اقول للناس اللي تعبانه الابطال اللي موجودين، وبتمنى اي حد يقدر يجي ويقضي يوم مع الابطال اللي هنا ويأزرهم هيبقى هتفرق معاهم جدا. وانا مبسوط جدا ان انا قدرت ان انا اجي النهارده الحمد لله وانبسطت جدا والله. اللي انا كنت متخيله جيت فعلا لقيت اللي انا كنت متخيله واكتر كمان، بس كمان لما جيت شفت لقيت ده فعلا حقيقه اكتر كمان. وان شاء الله ما تكونش اخر مره، وان شاء الله اي فرصه هقدر اجي فيها تاني ان شاء الله هاجي فيها، وربنا يا رب يقوم بالسلامه ان شاء الله. وبشكر كل الناس اللي هنا، الناس اللي مش متشافه، الناس اللي بتساعد الدكاتره وكل الناس اللي موجوده، بشكرهم جدا وربنا يا رب يكتر من امثالهم وربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. الفانيلا الحمراء سحرها حقيقي. كوكاكولا 40 سنة مع الأهلي.
هنبدأ تفاصيل أخبار ألعابنا العالمية من اللعبة البيضاء ونهائي بطولة ويمبلدون للتنس، واللي شهد التحقيق كارلوس ألكاراز لقب البطولة بعد الفوز اللي حققه النهاردة في المباراة النهائية على نوفاك ديكوفيتش بنتيجة 3-0. كانت نتيجة الأشواط 6-2 و6-2 و7-6 ليحصد لقب الرابع في البطولات الأربعة الكبرى في سن 21 عام. طبعا ألكاراز بيقدر ان هو يحقق البطولة للعام الثاني على التوالي، وانا بتوقع مولد نجم جديد في اللعبة البيضاء هيسطر تاريخ جنب كبار اللعبة طبعا امثال روجر فيدرر ونادال ونوفاك ديكوفيتش. طبعا شفنا قد ايه مباراة قوية جدا، حتى نوفاك ديكوفيتش حاول يرجع في المباراة لكن ما قدرش. الكازار كان مصمم على انهاء المباراة لصالحه، نجم جديد وناشئ 21 سنة، حاجة يعني بتبشر بمولد نجم جديد وتسطير تاريخ جديد في لعبة التنس اللعبة البيضاء. نجحت اليابانية اياكا فوروي في الفوز بأول ألقابها الكبرى على الإطلاق في نهائي بعد الفوز ببطولة إيفيان في فرنسا اليوم الأحد. كانت اليابانية فوروي متأخرة بثلاث ضربات عن أقرب منافسيها قبل خمس حفر من نهاية البطولة، لكنها قدرت أن تسجل ثلاث ضربات متتالية وضربة ناجحة في الحفرة 18 لتنهي البطولة عند 19 ضربة تحت المعدل، وهو ما كان كافيا لدفعها إلى قمة جدول الترتيب وتحقيق لقب البطولة. ومنافسات دوري البيسبول الأمريكي، تغلب فريق الدوري الوطني الأمريكي على منتخب أمريكا للبيسبول بنتيجة 6-1 في مباراة كل نجوم، واللي ضمت أفضل المواهب والنجوم في اللعبة في واحدة من المباريات الاستعراضية ذات الأهمية الكبرى في رياضة البيسبول داخل أمريكا وخارجها. يمكن مباريات الأول ستار دي معروفة طبعا في أمريكا، بتتلعب في البيسبول خاصة، وفي دوري كرة السلة الأمريكي الـ NBA بيبقى ليها جمهور كبير جدا بيجي لها من كل أنحاء العالم لحضور مثل هذه المباريات. And a big one here is part of Major League Baseball coming up through the system. 1-2 on the ground, and it beats through the middle of the infield. That's a base hit. The wave around comes on for Spencer Jones, and that's an RBI single. Jason Chourio breaks up the shutout. I thought he was on second base. No chance! No chance!
طبعا اوريدي طبعا بتبقى هي استعراضيه اكثر، ما بيبصوش طبعا على النتيجه بتاعتها على قد ما بيبصوا على الناس تيجي بتستمتع بكل ما هو موجود في الملعب، ويبقى ليها طبعا جانب تسويقي كبير جدا بيترجتوه هناك في الولايات المتحده الامريكيه، خاصه في الام بي اي ودوري البيسبول الامريكي. Wally's ranging around somewhere. Is this one out towards left center field again? A long way to go. Heading back towards the bullpen. Forget it. Damn, bro. Drake Baldwin delivers a huge blast, and the National League tacks on another. Side is crazy. Wow. ومن سباقات القوارب الثلاثية تصدر منتخب فرنسا المرحلة الأولى من سباق القوارب الثلاثية والمقام في سان فرانسيسكو متفوقا على المنتخب الإسباني اللي كان متصدر قبل جولة سان فرانسيسكو الحالية، لتشتعل المنافسة في المرحلة القادمة بين فرنسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا. طبعا دي طبعا مسابقة سيل جي بي، ودي أحد المسابقات القوية جدا واللي بيشارك فيها 9 دول فقط. انا عاوز بس اقول لكم على المعلومه ان العائد البث التلفزيوني للبطوله دي سنويا بيقدر ب 35.5 مليون دولار. بكده خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده من ملاعب الابطال، كنت سعيد بتواجدي معاكم، نشوفكم ان شاء الله خير في حلقات قادمه، شكرا لحسن المتابعه.